اللي بنشوفه دلوقتي من برغم اخطاء كان في اخطاء تحكيميه تحكيميه فارس، بس طبعا. ما كانش في توجه واضح، ما كانش بص في اتجاه انا كان من واحد. الناس اللي عندي وجهه نظر في كلاتنبرج، انا كنت بقول دايما يعني هنؤكل يوم يؤكل كلاتنبرج، لان انا كان رايي ان كتير من الناس اللي كانت واخده توجه في البدايه ضد كلاتنبرج كان يعني الموضوع بالنسبه لهم تحكيم بس، ولكن لو كانوا شايفين المشهد كانوا هيفهموا ان هو ابعد مما هو تحكيم. وكان وجود واحد زي كلاتنبرج ما بيقبلش فكره ان انت راجل جاي تاخد مرتب زي بريرا وخلاص، واللي احنا عايزينه هنعمله، راجل اصر على فكره عرض محادثات الفار، راجل جاب لك مارشينياك وجاب لك كوفازيتش وجاب لك كتير جدا من الحكام الكبار على مستوى العالم، راجل كان دايما عنده رغبه ان هو فعلا يضيف حاجه للتحكيم، راجل كان بيعترف باخطائه حتى لو عنده بعض الامور النسبيه. كل ده انا كنت شايف ان احنا هنخسره، وما زلت بقول انا متخوف من الموسم القادم جدا. وعشان كده حسن فعل النادي الاهلي في بيانه اللي كان بيقول ان هو يامل ان الموسم الجاي ما يكونش فيه الكلام ده.